كل الشغلات اللي كتير مهمة ببرشلونة، لكاسا دي غاودي، يعني بيت غاودي. و يعني اللي بيجي على كاتالونيا لا على برشلونة لازم يزورها. غاودي كان مهندس معماري كتير مشهور، مشان هيك هي العمارة مشهورة وموجودة منها بمناطق تانية كمان. هي كمان هون بناء نفس الشيء لنفس المهندس المعماري غاودي. ايه وهي البناية اسمها لا بيدريرا. بعدين بتصفيك لا كاسا بيسين، يعني عدة ابنية هو اللي مسويها. شايفين في ناس فوق. هلا جينا على سوق مشهور هون ببرشلونة اسمه بوكرية، سوق خضار، فواكه، لحمة، سمك، يعني سوق كبير، يعني مثل سوق الهال عندنا. ما بعرفه مع العلم، ما بعرفه أنا سوق الهال يعني. فواكه مقطعة. جاهزة للأكل يعني. شوفوا رمان. أنواع من جميع الأنواع اللي موجودة. ما بيتعذب. السماء خالصة. مناظر بتشهي. أنواع من البهارات هون، أنواع شو الأكلة هاي محشية مثل كبة يعني ولا تشبيه. هاي طلعنا هلا لبرا، حتى برا موجودة فواكه خضرة، هدول بيجيبوا من أهل القرى، يعني كلها شغلات طازة. هلا طالعين من بوكرية، سوق البوكرية.
هاي المدخل السوق، احنا دخلنا من محل تاني مدخل السوق تبع البكرية. حبيت احط لكم الاسم للي بده يجي على برشلونة شي يوم يزور برشلونة. هاي ساحة من الساحات الرئيسية كمان اللي معروفة ببرشلونة بلاصة الريال. هاي ساحة مثل أي ساحة موجودين بكل المناطق الإسبانية مثل ما انكم شايفين عنا، نفس الشيء كمان بتوريا كلها محلات أكل مثل ما انكم شايفين، ونفس العمار نفس طريقة العمار. ايه على دائرها دائما مثل ما شايفين حارات قديمة. فتنا على محل نشرب شغلة هلا. هون متحف، متحف كتالونيا. شو بهالباخرة، شو كبيرة بلد بحالها، أربع طوابق. وهون في باخرة ثانية. تخيلوا أنكم معي بهالرحلة هاي. الناس عم تستغله، في أجانب كتير طبعا هون برشلونة مليانة أجانب، فالجو حلو الناس بتقعد بجنانة. وبما انه قريب على البحر فالنسمة حلوة حقيقة، كل زوراخ اكبر من الثاني، حلوة كل زوارق. شوفوا هون اجينا على محل هلا صارت المساء الدنيا مساء، يعني شوف اكتشاف مكتشفين يعني كلها تاي على ايام الرومان مكتشفينه، فتصوروا شو عاملينه مسكرين كله عليه، شايفين شو مرتب عشان العالم تيجي تفوت تشوفهم حافظين عليه يعني. وهي الجنب الثاني شوفوا على المناظر هاي، يعني ما معروف شو هو اللي مكتشفينه، طبعا عمار قديم من ايام الرومان وهي، بس يعني كلاتهم بحافظوا عليه حقيقة. هاي شغلة كتير ظريفة، وعنا عم بيقيموا الابنية القديمة ويروحوها، هذا تراث، هذا ما لازم نهائيا يروح، بس هيك الامور عنا حقيقة. قالوا لي نحط لك لايك، قلت لهم يا ريت، قالوا لي حسني الاكلات اكتر من هيك بكتير، قلت لهم بطلت ما عاد بدي شي.